السيد الرئيس، في الأيام الأخيرة فإن مجلس الأمن والعالم بأسره شهد تصرفاً غير مسؤول وقاس من الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا لا أخجل في أن أقول ذلك. إن الولايات المتحدة الأمريكية قد لجأت لأدوات تخريب شتى لمنع اعتماد قرار بخصوص غزة. إن وسائل إعلام العالم بأسره والرأي العام العالمي تساءل طوال هذا الوقت، لما أجلنا في كل مرة طرح مشروع القرار الإماراتي؟ والرد صريح، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحت ذرائع مختلفة قد أطالت أمد المفاوضات بدل العمل بشكل شفاف. إن الابتزاز والضغط بمختلف أشكاله كان أداتين استخدمتهما الولايات المتحدة الأمريكية لفرض إنذار لهذا المجلس، فإما أن يعتمد نصا يرضي واشنطن أو أن تعيق الولايات المتحدة الأمريكية أي قرار يصدر عن هذا المجلس. إن مشروع القرار سيطرح للتصويت بعد لحظات لن يكون فعالا، نحن مقتنعون بذلك. ذلك أن بسبب ضغط الولايات المتحدة الأمريكية التي استحوذت على هذه النقاشات والمفاوضات وراء الكواليس، فإن النص قد أفرغ من أحكام بالغة الأهمية. إن نص المشروع الذي سيطرح للتصويت قد أفرغ من جوهره، لا سيما فيما يخص الفقرة الرابعة من منطوق هذا القرار والمتعلقة بالآلية التي كان يفترض بها أن تكلف بالتخفيف من المعاناة وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة. ولكن الأنكى هو أن جهود وفد الولايات المتحدة الأمريكية قد سمحت بإدراج عنصر خطير وخطر على غزة، فبدل الحديث عن وقف الأعمال القتالية فورا جرت الإشارة لخلق ظروف مواتية لوقف الأعمال القتالية. أيها الزملاء، هذا قمة القسوة والتهكم، هذا ما يجري اليوم. لأن القوات المسلحة الإسرائيلية سيتوفر لها هامش التحرك كاملا لتطهير القطاع، كما تفعل تماما. إن من سيصوتون على هذه النسخة من النص سيكونون مسؤولين عن ذلك، سيكونون متواطئين في تدمير غزة. النص لا يتضمن أيضا أي تنديد بالهجمات العشوائية ضد المدنيين، فما هو المؤشر الموجه للمجتمع الدولي؟ أن هذا المجلس يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب جرائمها. وإليكم سؤالا أعضاء مجلس الأمن، لما نحن مجتمعون هنا في هذه القاعة؟ لنوافق على قرار يروق واشنطن، أم لنؤدي المهمة التي كلفنا بها ولايتنا المتمثلة في صون الأمن والسلام الدوليين؟ نحن ننطلق من مبدأ القائل إن الرد الثاني هو صحيح. علينا أن نمنح المجلس إمكانية حفظ ماء الوجه، ولذلك نقترح إعادة إدماج صيغ كانت قد سحبت من النص، وقررنا أن نقترح تعديلاً فهياً في الفقرة الثانية. إليكم النص، وفي هذا الصدد تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة للسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية الموسع بلا عائق وخلق ظروف مستدامة لوقف الأعمال القتالية. وفي هذا الصدد يدعو للتعليق العاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبلا عائق واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف القتال بشكل عاجل. انتهى الاقتباس. إن هذه الصيغة كانت في النص الأصلي باللون الأزرق. بطبيعة الحال ليست هذه الصيغة مثالية، وكما تعلمون فإن روسيا ومنذ بداية المفاوضات كانت قد دعت لضرورة وقف إطلاق نار فوري. بل إن الجمعية العامة قد دعت لذلك مؤخرا. الصيغة التي نقترحها الآن هي أضعف الإيمان لجميع أعضاء المجلس.
يا حبذا لو أن التصويت على هذا التعديل كان لحظة الحقيقة، بحيث يبين من أعضاء المجلس يريد وقف العنف في غزة وإنقاذ المدنيين ومن يرفض ذلك. أيها الزملاء الأعزاء، إن كيفية صوغ الفقرة الثانية من المنطوق هو ما يحتاجه الوفد الأمريكي الآن عندما يتحدث عن خلق الظروف المواتية لوقف الأعمال القتالية، فالمقصود هو السماح لإسرائيل مواصلة استهداف المدنيين من خلال قصف البنى التحتية المدنية وسكان غزة. أدعو الوفود للتصويت لصالح التعديل الذي اقترحناه للتو والعدول عن الصيغة الأصلية للفقرة الثانية من المنطوق. شكرا. الرئيس، أشكر ممثل الاتحاد الروسي على هذا البيان. أمام أعضاء المجلس مشروع تعديل من الاتحاد الروسي لنص الوثيقة الوارد في الوثيقة أس على 2023/1029 حسب المادة 36 من النظام الداخلي. هو عندما يكون هناك مقترح تعديل بالإضافة أو الحذف فإنه يجب أن يخضع للتصويت، ولذلك فإننا نقترح طرح مشروع التعديل هذا للتصويت. المؤيدون لمشروع التعديل، رجاء التفضل برفع أيديكم. المعارضون. Abstenciones. الممتنعون. El resultado de la votación es el siguiente. نتيجة التصويت كالتالي: الأصوات المؤيدة 10 في مقابل صوت معارض و4 ممتنعين. لم يعتمد التعديل المقترح نظراً لاستخدام أحد الأعضاء الدائمين في المجلس لحق النقد. أتفهم أن المجلس مستعد الآن للتصويت على مشروع القرار أس على 2023 على قبل ذلك الكلمة للولايات المتحدة. شكراً حضرة الرئيس، لن أرد على ما ذكرته روسيا، ذلك البلد الذي طالما أوجد الظروف التي يشكو منها الآن وشنه للحرب غير المبررة على أوكرانيا. حضرة الرئيس، كما ترون لم نؤيد التعديل الذي اقترحته روسيا. نرى أن القرار الإنساني الذي نراه أمامنا يطلب باتخاذ إجراءات عاجلة لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية. هذه خطوة مهمة للأمام كما نراها، ونرى أن المجلس لابد أن يؤيد المقترح المتضمن في مشروع القرار الذي بين أيدينا.